بص حضرتك، سبب الضجه دي العريس ده ساعه ما جه، والله والله انا ما بحلف جزم، هو جاي يحجز عم صبري عاوزين ناخده الترند، رغم ان انا ما اعرفهوش ولا ليا كلام معاه. هو قال لك كده؟ والله 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 حصل، رغم ان انا ما اعرفهوش ولا ليا كلام معاه، بس هو من الشباب اللي ايه، حتى بص هو لو منزل فيديوهات وفرحه في عربيه، من الشباب اللي هي الايه يعني، هو مش عايز بيدور على التريند. قلت له ان شاء الله انت شكلك كده هتاخده ماشي، وجا حجز. عامل كام الميك اب عندك؟ انا قلت له السعر اللي فوق عندي، السعر اللي فوق مش اللي تحت. قال لي ماشي، اللي بيقول لك مش عارف يجيب بدله وقميص ب 40 جنيه وجايب دبله ب 30 جنيه. قلت له يا عم عادي. قال لي عادي عم صبري، بس اهم حاجه مش عارف ايه، وعاوز تسريحه العروسه. قالت عاوزه تسريحه وعاوزه وعاوزه، وعملنا لها كل حاجه. هو ينفع اعمل العروسه تسريحه ولا مش عاوزه تسريحه؟ اصل نازل برضه بيقول ايه، اصل انا ما كنتش عاوز تسريحه ودخلت لقيت عامله تسريحه. ما ينفعش، انا ما ينفعش اعمل حاجه والعروسه مش يعني تقعد لي كده ساعه وانا بعمل تسريحه وهي مش راضيه عنها، ينفع؟ ما ينفعش طبعا، هي عاوزه كده تمام. فحجزت له تمام ومية مية، وجم يوم الخطوبه بتاعتهم، عملوا الخطوبه بتاعتهم والعريس دخل. فهو داخل انا ماسك الكاميرا بصور، انا بصور بس، رحت بعت كده اما لقيتها كشرت صراحه. في فيديو هنزله او حضرتك انت ممكن تنزله. راح هو قايل ايه، ما تصور يا عم صبري. ده في نفس الفيديو؟ ايوه. غير الصوت اللي هو لا، ده الموسيقى ده انا حطيته بعدين، ده الاصلي بقى. الاصلي ما تصور، هو بيقول لي ما تصور يا عم صبري. هو بيقول لي صورني ليه؟ عشان اوديه السجل المدني اعمل له بطاقه ولا ايه؟ هو بيقول لي صورني عشان عاوز ينزل، او صورني عشان الناس تشوفه، انا بصوره ليه؟ فانا رحت مصوره والله والله وما نزلته. هو جه تاني يوم ما نزلتوش ليه بقى؟ لاني لقيت تقشيره العروسه بتاعه، قلت جايز هو مش واخد باله الملامح بتاعت وشها. فالعروسه جت بالليل قالت لي يا عم صبري على الواتس معايا المحادثه، ممكن تبعت لي الصور بتاعتي؟ رحت بعت لها الصور، قالت لي والفيديو فين؟ رحت بعت الفيديو. يبقى الفيديو كده شافوه تمام، لسه الاكسسوارات عندهم والحاجه. يبقى جم تاني يوم جابوا لي الاكسسوارات بتاعتي. معلش يعني لما حد بيجي يجيب لي اكسسوارات او يجيب لي فستان او يجيب لي حاجه، لو سمعت الحاجه ببص فيها بطاقتك اتفضل امشي. ده وقف 10 دقايق ربع ساعه، عم صبري فين؟ هو ازاي ما ينزلنيش؟ هو مش عارف ايه؟ حتى هتبص في الفيديو عشان ما فيش صوت، المدام عدت اليمه الثانيه عشان مكاني واسع الباب الثاني، بصت عليا ما لقيتنيش، رنت عليها بالتليفون من المكان هناك ما لقيتنيش برضه، واخد بالك؟ قلت لها ده انا بعيد في ايه؟ قالت اصل محمد بيقول نزلني. قلت لها يا ست ما تنزلوه ولا ما تنزلوش، المهم جيت. كان ده خد وقت، انت هتبص تلاقي في الفيديو الكلام ده خد وقت. فهو طالع قال لها خلاص هتخلى عم صبري ينزلني. طب هو بيقول خلى عم صبري ينزلني والعروسه واخده الفيديو قبلها بيوم، يعني شافت الفيديو تمام ولا لا؟ واكيد العريس بيروح لعند العروسه ثاني يوم وبيقعد معاه وبيشوف الفيديو. فهو ناوي ترند بقى، ناوي بتاع، بس اتكلم صح. المهم حصل اللي حصل، قمت بالليل بقى ما نزلته بالليل. الصبح لقيت الناس بتقول لي يا عم صبري ده الدنيا هايصه. قلت له في ايه؟ قال لي ده في عريس عندك وخد ترند. رحت انا متصل عليه، يا محمد اوريك الاتصال، يا بس ما سجلتهوش بس الوقت، يا محمد ده حصل كذا. قال لي ما تشغلش بالك يا عم صبري، مش اهم حاجه في ترند. قلت له بس الناس يا اخي وحشه اللي بيقول كذا. قال لي ما تشغلش بالك بحد، ورقمي معاك اهو وسجله، ومن ما تعوزني في اي وقت. قلت له خلاص ده الاذاعه تيجي وده. قال لي ابعت له ما تشغلش بالك ماشي. فطبعا انا ما بعتلهوش، جالي حد بالليل كان من صدى البلد ولا ايه؟ حاجه زي كده يعني. المهم موقع جالي بالليل، فلما جالي الموقع اتكلمت معاه وما بعتلهوش.